ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداولت صفحات فيسبوكية اليوم الخميس صورا توضح عدد ما احترام التباعد الاجتماعي وتخفيض الطاقة الاستيعابية في حافلات النقل العمومي بمدينة تطوان التي صنفت ضمن منطقة تخفيف الحجر الصحي رقم 1. وكان بلاغ رسمي صادر عن السلطات قبل يومين قد أشار إلى استئناف النقل العمومي الحضري يومه الخميس 11 يونيو بمنطقة التخفيف رقم 1 مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة استيعابية، لكن المشاهد المتداولة توضح عدم احترام هذا الإجراء فضلا عن عدم ارتداء عدد من الركاب للكمامات، ما قد يؤدي إلى انتكاسة في السيطرة على تفشي كورونا بالمدينة في قادم الأيام. هذا وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا صباح اليوم بمدينة تطوان إلى 8 حالات جلها لمستخدمين بمصنع شركة رونو في طنجة ومخالطين لهم. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.